من يوم 6 ابريل ومنذ استلام ابن عوف زاده في حد ذاته، ونحن حاسين انه في لعبه حاصله. هسه دي انا ما بسميها مماطله، دي بسميها لعبه سياسيه قذره، لعبه سياسيه قذره يقوم بها المجلس العسكري. لسه العسكر ما عاد يتنازل من السلطه بسهوله، لانه اعتقد انه عندهم اجنده مع النظام السابق.